عقدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر مؤتمرها الانتخابي الثالث لمحافظات غرب ووسط وشمال الصعيد، حيث تمت مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في هذه المحافظات، وكذلك طرح مناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي لهذه المشكلات. أنا هقول لكم إحنا بنفكر جزء كبير من السياحة اللي بتفتح بيوت كتيرة وبتساعد الدولة إنها تنفق على خدماتكم وإنها تعلمكم عاملين بيتكلم على مشاكل الصحة ومشاكل التعليم ومشاكل طرق ومشاكل معنى السياحة موارد، ده غير إن في حوالي أكثر من 4 مليون أسرة عايشين عليها. دي عايزة ثقافة معينة في التعامل مع السياح، مش بس في المدن الساحلية، حتى اللي بيجي يشتغل أو الشعب المصري كله. أنا عايز كل محافظات مصر تكون سياحية، بس عايزين ثقافة التعامل مع السياح. دي بتتعمل إزاي؟ لأن إحنا ما بنعتمدش على السائح اللي بيجي مرة واحدة. لو هيجي مرة واحدة يتفرج على الآثار اللي عندنا في الأقصر وأسوان ويروح، أو مثلا هيجي مرة لشواطئ البحر الأحمر، أنا عايز السائح المتردد المتكرر اللي يجيلي في السنة في أجازة أعياد الميلاد، ويجيلي في أجازات عيد الفطر، عيد الفطر آسف، ويجيلي في أجازة الصيفية لما مدارس أبنائه وجامعاته تبقى في أجازة. أنا عايز 3 مرات في السنة، وده لن يتأثر، ودي واجب على الإعلام وعلى المؤسسات التربوية وعلى الجوامع وعلى الكنائس وعلى منظمات المجتمع المدني. أنا الإعلام مش عايزه يمشي ورايا ويبقى 60-70% من البث بتاعه عن رئيس الجمهورية. أنا عايزه يخاطب المواطن، أنا عايزه يقول للمواطن ويفهم المواطن ويرفع من مستوى وعي المواطن ان هذا السائح علشان يقدر يحارب الفكر اللي بيزعزع استقرارنا الامني، لان اول ما بيحصل مشكله في استقرارنا الامني السياحه بتبقى بركه.